عشان انيم ويتهد حيلي منك لله يا حزلقوم. بس هي فعلا شكلها عجيب كيف حالات الواتساب الحزينة. فزاع فزاع امن الجنيبة اهدي دكتور البند نو هشهش نو فيتامين لا قصدي جنابك بوب مارلي طلاق ايدي ما جايب حزلقون بيه والست مربوحة عطتها لنا وقالت ادعوله ادعوله الله يرضى عليك حزلقون بيه الله يقطع حزلقون وما جايبه بقول لك ايه انده على اشرف وشيلوا باقي الطرابيزة دي امن الجنيبة بوه كيف اتكسرت الطرابيزة دي كيف الدهية يا كبير حاجة عجيبة يا فزاع خبر العروسة القطنة دي اي حذفتها من فوق نزلت على الطرابيزة فلقتها حلوة كبير الله يحظ جنابك حلوة وانا بهزر معك يا اللي بتكلم صح صح كيف يا كبير جنابك قصدك العروسة القطنية دي القطنة دي حذفتها من فوق كسرت الترابيزة اللي كيف الدهية دي من أيام جدود جدودك قدامها ولا 300 سنة ما يجرى لها حاجة معقول سلامة عقلك يا كبير ايه ده وانا جنيت يا هتير ولا ايه بلا ما اخدي ما قصديش يا كبير بس يعني اللي هتقوله ده حديث ما يخشش العقل it doesn't make sense انا اي حاجة هقولها هتميك سنس غصبا عنك وعن التخين صح يا كبير لا تقولها ليه بور عندي اشرف ولم الباقي يلا امر جنيب طيب ما دام هنرموها نبقى نغيروها بواحده جديده من ايكيا يبقى معاها كنبه اللي شيب حاجه زين قوي ما نجيبوها همك احطه لك في الزريبه والله يا ريت يا كبير فكره مليحه حتى نريحوا فيها بين الشفتات بس يا ده ملدوع ما تجودش يلا يلا من جنابك طيب خذ العروس لا ما عاوز اشوفها واصل هوديها ما عاوز اشوفها واصل ده سلامة عقلك يا كبير لا 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 موضوع العروسة ده مش طبيعي وهي إما نتجنيت إما عصر الجوافة اللي شربته ده كان معطل مخمر مالك يا كبير خرب بيتك قد بتركب الهوا إيه اللي شغال ده ده الست يسرى بتاخد شاور دم ايه كبير كأنك مش على بعضك يعني بصراحة كده حصل حاجة تمخول وقال انا احكي لك عليها تقولي الكبير اتجنن لا ما انت كده ولا كده يعني قول قول بعد ما نيمت العترة وانا طالع من الأوضة خدت معي العروس قمت واقف هنا عند الكوريدور شوحته نزلت على الطرابيزة فلقتها كان مشوح تلاجة 16 قدم مدفوسة وكل كيف يعني يا كبير؟ ما مصدقها شي ما هو لو الطرابيزة اتكسرت على قولتك يعني أقلها كنا سمعنا صوتها وبعدين صاحب العقل يميز كيف عروس قطن تكسر طرابيزة؟ ما هو ده اللي هيجنني معلش يا كبير انت بس متهيك لك كمانك تعبان وعاوز تنام حبابي ما مصدقها شي قدام هوريك ليه حتى نقوم ديب اللي إيه؟ وأول ما وقعت عليها العروسة عمل بوه كنا قنبلة سرية أيوة والله العظيم بعدين أكبر حتة فيها بقت قد الحرن كشاي والله أنت فيها دلوقتي وريني أنا استغرب مخي حيط هذا لا حول ولا قوة إلا بالله والله العظيم معقولة فزاع يكون أنا كيف ما قلت لك يا كبير أنت شكلك تعبان وعاوز تريح يا بابي سلامة عقلك يا كبير أعمل لك قهوة أنا ما عاوزش أسمع سلامة عقلك دي تاني والقهوة دي هشربها على روحك وأنا مالي يا كبير